السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الإفريقي. المواضيع هامة وهامة جدا، يلزمنا نركزوا باش نفهموا شنو المطلوب بالنادي الإفريقي ومن بعض اللاعبين في النادي الإفريقي، وكفانا انتقادات للملاعبية متاعنا. راهو أكثر شي مني أنا وقت اللي يلزم ننتقد ننتقد، وقت اللي يلزم ننبه وننصح ننصح. وقت اللي وصلت انتقدت أحمد خليل في فترة سابقة، وقلت راهو أحمد خليل ماهوش قاعد يلعب بالو بي برشا، ماهوش قاعد يعدي باسات اون بروفوندير. احمد خليل تصلح ولا يلعب اون بروفوندير، وعنده تو جولتين قاعد يقدم في مستويات ممتازه جدا. وميسالش نحبوك هكا كذبنا يا احمد خليل، تسمع فيا كذبني ميسالش، برافو يعطيك الصحه. المهم تصلحت وتقدمت وهذاك المطلوب، وهذا المطلوب زاد من مدرب كل جمعيه كبيره، مدرب النادي الافريقي سعد السابي. المطلوب منك راهو الملاعبيه ديما يتقدموا، إذا كان ملاعبي ما تحسنش راهو العيب في المدرب، راهو إذا كان أي ملاعبي يلزم يتقدم من المستوى نتاعو ويتحسن. الملاعبي اللي يطيح مستواه معناه المدرب راهو ماهوش في المستوى. دونك اللي لاحظتو اللي ملاعبية النادي الإفريقي فاهم برشا تحسنوا، وفاهم ملاعبية أخرين قاعدين يتوجه لهم بعض الانتقادات كيما بسام الصرافي. أنا واحد من الناس نستغرب من الجمهور اللي قاعد يعمل في الانتقادات البسام الصرافي. ها مش نحكيكم على بسام الصرافي، وها مش نقول لكم نقاط القوة نتاعو، وماذا بينا الموضوع هذايا ما عادش نرجعوا له، خاصة من الكابتن بسام الصرافي اللي نحييه ونقول له راك أحسن لاعب في النادي الإفريقي بما جميعه، عندك جميع الإمكانيات الفنية والذهنية، وعندك الحضور، وأنت الملاعبي باش تفيد النادي الإفريقي. وفعلا بسام الصرافي راهو من الملاعبية اللي باش يقدموا بالنادي الإفريقي، وكان تحبوا نتحصلوا على البطولات راهو يلزمنا ملاعبي كيما بسام الصرافي، كيما الطيب المزياني، كيما رشاد العرفاوي باش يكون أحسن احتياطي في النادي الإفريقي، كيما حمدي العبيدي. معناها الملاعب نتاعنا الشاب هذايا حمدي العبيدي تفرج فيه في انترفيو مع عادل بوهلال، فريمون حمدي العبيدي فريمون فريمون زاد كبر في عينيا اكثر واكثر. ملاعبي متمسك بالجذور نتاعو، قال لك انا ولد حومه شعبيه وانا خرجت من حومه شعبيه وراني معناتها نبقى ديما نحب الحومه نتاعي ونحب ولاد حومتي ونعيش شعبي وفرحان بحياتي. قال انا كان هبطت نلعب اساسي، راني مش نقدم 100%، كان لعبت احتياطي راني كيف كيف باش نهبط متحمس ونافح ونحط 100%، وكان مع لعبنيش المدرب وحطني باش نطلع للمدارج ونكون مشجع بارز في الفيراج نتاع النادي الافريقي، وباش نكون نشجع على خاطر قال نحب النادي الافريقي. يعني تهناه، وراهو حمدي العبيدي ما ينجم يخطفها منا حتى فريق من الناس اللي يحبوا الكلوب افريكا كيما فوز الرويسي وكيما عاد سليمي. من معناها ماهوش نفترضوا، واحنا مش كيما زهير ذوادي مشى للنجم الساحلي مره من المرات. زهير ذواد هذيك اللي حرقات وقت اللي مشى للنجم، ولكن هي كوره معناها في فتره من الفترات مشى، هذيك ماهيش اللي صار صار. وتو زهير معانا، معناها تصوروا زهير ذواد، استغفر الله، زهير ذوادي بالمستوى الفني نتاعو، زهير ذوادي ما عادش عنده بلاصه في النادي الافريقي. هذا دليل اللي عندنا افكتيف كبير برشا. ثم ملاعبي باش نحكي عليه وماذا بيه يصلح من روحه، راهو قاعد يختير على النادي الافريقي واختير المنظومه اللي قاعده تكون بها النادي الافريقي في بعض الاحيان. تنبيه المدرب سعيد السابي، ماذا بيه سعيد السابي يسمع الكلام كيف ما انا نسمع، معناها ننصحه ماذا بيه يسمع الكلام، على خاطر ثم برشا نصائح باش توصل له سعيد السابي. اهم نصيحه نقولها لك يا سعيد السابي، راهو قلب الدفاع، اذا كان ريتم لاعبي في قلب الدفاع يطيش في الكوره معناتها يحس بروحه ما نجمش يعدي باس لصحابه. اخي بسيف تشنوس كان العبيدي ما تنجمش تعدي باس لصاحبك بعيد عليك 15 متر وبعيد عليك 10 متر، راك مادامك ما تنجمش تعدي باس لصاحبك بعيد عليك، نحكي لك مش بالعرض، بالعرض ما نحكيش، هذيك يلزمك فنان وتكور انت وصحابك لاكسيال ولا دروار ولا غوش، اما لا نحكي لك حتى كانك متوسط يلزمك تلعب مع البيفو والديمي، عندك اربعه في الوسط، اربعه في الوسط يا رسول الله، تشد كره من 18 متر تحسب روحك تعمل هكا، ما شفتش الملاعبي وبعد تطيشها جمله، تطيشها ل 18 متر نبهها ثاني. هاي قوتي وين؟ قوتي كان جيت اونترينير نعمل الحكايات هذه وننبه عليها ايجي اسكندر العبيدي ايجي نجيبوا ايجي بالله. هي شو باش تلعب انت 11 كونتر 11؟ باش نوري لك بالفلاقي معناها انت 11 كونتر 11، نفترضوا انت توا ايجاه نجيب له اربعه من المهاجمين بتاع الكلوب نقول لهم احصروه ما تخلوش يخرج كور يا اسكندر، واما نعطيك الريال درواري رقوش يا اسكندر خلي يفكوا هالك وخلي تتمركب بونتو، المهم ما تطيش الكور، انت مخك ركبت لك اللي انت مش يفكوا هالك ما تتفكش، علاش تتفك؟
انت مش تعدي باس استوي ساقيك، ما عندكش اخرج من الكليب. نحكي على اي واحد، راهو الشريفي على العمراني على اللاكسيا لازم يخرج كره نظيفه واللوط. شفت اذا كان ريتو راهي ثم حاجه خطيره برشا، وانا من يلزم انا امنيتي راني جيت في البارك ونحكي معاه اي ملاعب في الكليب افريكان هاني تصلح عم تخليه. مو كان ساعات يحسب روحه هاي سونتراج، سونتراج شكون اخي افون سونتر حاصرين وزوز اكسيال وانت تعملي في سونتراج اخي شنيا هالاند هو تي هالاند وين يلعبوا له في الكره اللوطه معناه كليان بابي يعطيه في الكره اللوطه وانتم سونتراج سونتراج ماهيش قاعده تصير برشا ولكن صارت احيانا. الاكسيال نتاع الكليب افريكان مع فرق ماهيش قويه معناها، مع باجا مع بنقردان مع قفصه مش عارف مع شكون، يعني ساعات كي النتيجه تبدا مازال 0-0 تحس اللي الاكسيال نتاع الكليب افريكان احيانا كي يتحسروا بلعبيه الوسط يطيش كوره يودي ليه راك تكمل تدور لصاحبك اللي يدروها ترجع للقوش تاخوها انت بكل ثقه تو صاحبك اللي في الوسط تو يتسيب راه، وصاحبك اللي في الوسط نعطيه انا كوره ما يعرفش يكون يخرج من الكليب زاد. يودي انا حاشتنا منظومه جديده راه في النادي الافريقي نحبوا نلعبوا كره اللوت، حط الكره في القاعه يا خويا خاطر تفك الكره حط الكره في القاعه، هاي التوصيات يا سعد السابي لازمك توصيها، هاي التوصيات اللي لازمك تعملها ملاعبيه كبار اخي ماخذينهم احنا اخي يخلصوا راه ماهمش بلاش يا خويا. يا ملاعبيه النادي الافريقي يعني تسمعوا فيا يا ولدي راه ما تجيش سونتراج ما تجيش هذه نحكي على احمد خليل اسكندر العبيدي ولو انو احمد خليل تصلح ما تجيش سونتراج نحكي لعامر العمراني سونتراج بيناتك انت صاحبك بعيد عليك 18 متر وانت تعمل سونتراج الفوق يا ودي راهي هذه راهي قله تكنيك راهي هذه معناها راك ماكش كوارجي يا ودي. صاحبك كيفاش صاحبك بعيد عليك 18 متر وتعمل سونتراج ليه؟ الكره اللوطه كيما يعمل غيث الصغير كيما يعمل بسام كيما يعمل رشيد العرفاوي كيما يعمل كينغسلي ايدو تتفرجوا في كينغسلي ايدو كيفاش فنان الكل كنترول يعملوا هكا يجي بالضبط في ساقيه باس يعدي لك يقف يدور ايه شنو اللي فيه يعني المطلوب بالمدافعين نتاع النادي الافريقي السونتراجات من 18 متر لل 18 متر هذه ما عادش نحب نشوفها هذه ما عادش نحب نشوفها راهي ما تربحش. علاش نقول لكم هكا؟ انت تحسسنا وقت اللي نبداو نتفرجوا اللي تسكرت الوسط تسكر وما فيهاش خلي سنتر هيك ضيعت علينا 5 دقائق تبدا تلعب لي مع الزمالك ولا نهضه بركان في فينال نتاع كوب دافريك نجي نطلقك معناها الماتش في تونس لازم نربحوه انت تعمل زوج سونتراجات ثلاثه يضيعوا لك 15 دقيقه و 30 دقيقه لاعب يضيعوهم لك الفريق المنافس خاطر يلعب معك في رادز معناتها كي تلعب له كره لوت يحس اللي انت راجل يحسك اللي انت كوارجي من الاخر مش نقول هيك وقت اللي تلعب كره لوت راهو المنافس يحس اللي انتوما كوارجيه يحس اللي عندنا ملاعبيه كوارجيه وقتها المنافس يولي يخاف منك يولي يشد الدفاع خاطر يقول لك حتى في اللاكس نتاعهم كوارجي راهو اذا كان كل كيب كل كيب في العالم اذا كان عندها قلب دفاع كوارجي حطوا في بالكم راهي ليكيب هذيك تكون قويه يلزم قلب الدفاع يكون كوارجي. نعطيكم مثال كمهدي مرياح لاعب الترجي لا صحيح كوارجي راهو في ساقيه راهو ما ننكروش عنده عيب كبير وعنده مشكله كبيره اللي هو في الفكان ماهوش ما عندوش كونتاكت قويه برشا وما عندوش الحكايه هذيك اما هو ككوري يخرج كره صحيحه ما هو واضحه هذه ما نجموش ننكروا فيها مني كان قبل في صفاقس يخرج في كره صحيحه هكا ولا لا احنا ماذا بيا اسكندر العبيدي خرج كره صحيحه خرج كره صحيحه حتى واحد من جماعه اللاكس يا خويا هذه تنبيه حتى واحد من جماعه اللاكس نتاع الكليب افريكان ما عادش نحب نشوفه يعمل سونتراج السونتراج راهي غلط اخي انت شكونك انت يا اخي مش عارف معناها اللي يعمل سونتراج بالضبط ويجيبها لك في ساقيك وتمرك كوره شكون هذو بيكن باور انت بيكن باور حتى توصل للربع نتاعو بيكن باور بيكن باور راهو كوستور راهو يفك كره راهي واقف عليه اخي انت ماتاوس ماتاوس كان تعرفوه ماتاوس كوره وسونتراج وانا زاد كي تحطوا كفران ديريكت يمركي لك كفران مركي قريب 50 كفران مباشر لعب صنع العاب ولعب قلب دفاع يعني يزينا ما السونتراجات من قلب الدفاع نتاع النادي الافريقي العبوا كره لوطا خاطر جايتنا مقابلات هامه وهامه برشا المقابلات هذه تتطلب التكنيك تتطلب الكره ومازال عندنا برشا حديث عن الكره مع جماهير النادي الافريقي وماذا بينا نعرفوا معناها شنو راي الجمهور نتاع النادي الافريقي اللي تبع فيا خاصه في الحاله هذه بالذات اللي قلت عليها جماعه لاكس نتاع الكلوب افريكا كي يعملوا سونتراج ضيع لنا برشا وقت ضيع لنا برشا وقت خاصه مع الفرق القويه الفرق القويه اللي انت مطالب باش تنتصر عليها
مش تجينا الحالات هذه في البلاي اوف، ومش تجينا الحالات هذه خاصه في كاس افريقيا. مش تصير لنا الفريق اللي مثلا مش تنتصر الذهاب تكون في تونس والاياب في 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 مصر ولا في المغرب، يلزمك تنتصر في الذهاب بنتيجه 3 على الاقل ولا 2 بلاش، معناها يلزمك ما تضيعناش الوقت بالسونتراجات. ماذا بينا نفهموا ويفهمونا ونتفاهموا مع بعضنا، والفهم راهو باهي. السونتراجات من لاكس حتىش للاتاك، ماذا بينا يلندرا نشوفو في الميركاتو الشتوي ان شاء الله ناخذو اناكسيال تريفور كوارجي باش تمشي الامور مريقله، والا نصلحوا ملاعبيتنا، ومطالب سعيد سامي باش يصلح ملاعبيتنا في الحاله هذه. والسلام عليكم وفيفا فرزة السياره.